انفجارات واشتباكات خطيرة ليلة يوم أمس هزت إيران والعمق الإيراني وتحديدا العاصمة الإيرانية طهران. ونتحدث عن أحداث خطيرة شهدتها إيران في الساعات الأخيرة من ليلة يوم أمس في سجن أفن، أحد أخطر السجون على الإطلاق في الداخل الإيراني، لأن هنالك سجناء هم معارضين للنظام الإيراني، وكذلك هنالك سجناء أمريكيين وأوروبيين تفاوض عادة إيران الولايات المتحدة الأمريكية عليهم في عدد من النقاط وفي عدد من المفاوضات، منها الاتفاقية النووية على سبيل المثال. وإيران في حقيقة الأمر قد اعترفت بما جرى في بادئ الأمر بهذا الشكل، قالوا بأن هنالك إصابة لثمانية أشخاص، ولكن هذه الأرقام والأعداد قد ازدادت بشكل كبير مع مرور هذا الوقت. اللقطات التي جاءت من ليلة يوم أمس هي كانت بهذا الشكل، كان هنالك هلع عن من طبيعة ما يأتي، لأن الأمر لم يكن فقط عبارة عن انفجارات، وإنما كان عبارة عن اشتباكات وإطلاق نار قد جاء في هذه المنطقة بحسب التفاصيل القادمة طبعا من التلفزيون الإيراني الرسمي، من تسنيم، من إيرنا، وكالة إيرنا الإيرانية. وكانت هنالك عددا من اللقطات المهمة جدا من الصور التي توضح أين تمت هذه العملية؟ أين جاء هذا الانفجار؟ عندما نلقي نظر على هذه الصورة الواضحة كما تلاحظون لطبيعة الانفجار، واضح جدا أن الانفجار جاء بهذه المنطقة. لنقترب من هذه المنطقة قليلا لكي نتعرف عليها رغم الظلام، ولكن الأمور واضحة نوعا ما. عندما نلاحظ هنا سنلاحظ بأننا أمام مبنى نوعا ما كبير يأتي بهذا الاتجاه، هنالك مبنى يبدو ملاصقا له، وكذلك هنالك معبر يأتي من هذه المنطقة المنخفضة إلى هذه المنطقة المرتفعة التي طبعا تعتبر النقطة التي جاءت فيها كل الأمور والتطورات التي تحدثنا عنها. هنالك بعض النقاط الواضحة لطبيعة المباني وشكل المباني، هنا برج مراقبة لهذا السجن، وواضح جدا بأننا أمام هذا المبنى الذي واضح جدا أن الانفجار والحريق يأتي كبيرا في هذا المبنى تحديدا. لنتجه الآن إلى القمر الصناعي لكي نعرف أين بالضبط جاءت هذه الأمور. الكثيرون لم يعرفوا أين تمت هذه العملية، هل هي في نفس السجن أم في نقطة أخرى من السجن. لنتجه مباشرة إلى العاصمة الإيرانية طهران، هذا السجن يأتي إلى شمال طهران طبعا، لنتجه إلى شمال طهران والآن سنلاحظ هذا السجن المهم والخطير للغاية. هذا هو سجن أفن، وهذه أيضا نقطة تابعة لسجن أفن. لنتجه بهذا الاتجاه قليلا إلى اليمين ولنتوقف في هذه المنطقة، وسنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات. هذا هو المبنى الذي شهدناه طبعا، وهذا هو المبنى الذي كان ظاهرا بشكل خفيف، وواضح جدا أن هنالك مسافة ويأتي ملاصقا لهذا المبنى. هذا هو المعبر، هذا هو المرتفع، وهذا هو المبنى الذي يأتي بهذا الشكل المميز مع برج المراقبة، وواضح جدا أن الأمور جرت في هذا المبنى تحديدا. هذا هو المبنى الذي تعرض على الأقل من الصور، من المقاطع المصورة، أن الأمور جاءت بهذا الاتجاه، حتى أن لقطات كانت واضحة لهذا المبنى تعطي تأكيدا أننا فعلا أمام هذا المبنى، هو الذي اشتعل، هو الذي احترق، هو الذي شهد كل هذه الاشتباكات. كما تلاحظون واضح جدا هذا المبنى مع برج المراقبة الذي تحدثنا عنه. وطبعا إيران قد اعترفت وقالت بشكل واضح في آخر الأنباء أن هنالك 4 سجناء قد قتلوا وأكثر من 60 جريحا، لم يحددوا هؤلاء الجرحى، هل هم من السجناء، هل هم من القوات الأمنية، ما الذي جرى فعلا في هذه المنطقة، بل إنهم الواضح جدا بأنهم فقدوا السيطرة لوقت معين، قد تكون لساعة أو لساعتين، مما جرى مما جعل القوات الأمنية الإيرانية أن تحاول القوات الأمنية أن تضبط الأمور. طبعا هذا السجن معروف عنه بأن الاطلاعات هي التي تسيطر عليه، وكما نلاحظ واحدة من المقاطع الخطيرة للغاية مع هذا الحريق أن هنالك كانت إطلاقات تأتي على هذا السجن. يعتقد تماما بأن القوات الأمنية الإيرانية هي التي تضرب هذا السجن والسجناء، ويحاولون السيطرة على هذا المبنى الذي تحدثنا عنه، لأنه تماما فقدت السيطرة عن هذه المنطقة. وبالتالي نحن تحدثنا بشكل واضح عن المبنى وعرفنا أين هو موجود، وكذلك هنا برج مراقبة، واضح الصورة غير واضحة هنا طبعا، ولكن الواضح بأننا أمام مرتفع في هذه المنطقة وبأن الضربات جاءت بهذا الاتجاه كما رأيناها الآن في هذا المقطع. لنتجه مرة أخرى إلى القمر الصناعي مرة أخرى لنرى من أين كانت هذه القوات الأمنية تضرب هذه الأوبجكتس أو القنابل أو ما الذي كان يستخدم غير معروف حقيقة عند التوقف في هذه المنطقة. فنحن أمام هذا المبنى الذي تحدثنا عنه الذي جاءت فيه الاشتباكات، هذا هو برج المراقبة كما هو واضح، وهذه هي المنطقة المرتفعة. وبالتالي واضح جدا إذا ما عدنا قليلا لكي نصحح هذا الموقف أن هذه المنطقة قد تكون هي المنطقة التي استخدمت، منطقة مرتفعة
تسيطر على هذا الموقع وحاولوا أن يضربوه ويسيطروا عليه. وعلى هذا الأساس بالنسبة للقوات الأمنية الإيرانية الواضح بأنهم ضربوا هذه المنطقة، أوقعوا جرحى بين السجناء، وبعد ذلك بعد الضربات التي جاءت طبعا ضبطوا هذه الأمور بهذا الشكل، ودخلت سيارات الإسعاف والقوات الأمنية الإيرانية لتضبط هذا السجن تحديدا. هذا السجن طبعا إيران بعد الاشتباكات الكثيرة قالت بأن الأمور قد عادت إلى الهدوء وقد سيطرت عليها، وقالوا بأن كان هنالك إضرابا في هذا السجن من السجناء أو نزاعا بين السجناء الموجودين في هذه النقطة، كان هنالك في إحدى النقاط التي نتحدث عنها هنا، وبعد ذلك أضرموا النار، وبعد ذلك تطورت الأمور إلى اشتباكات في محاولة للخروج من هذه المنطقة. هذا السجن قد تكون الأمور بهذه البساطة مما فسرته إيران طبعا، ولكن هذا السجن قد تعرض إلى عدد من الأمور منذ العام الماضي. كانت هنالك مجموعة قرصنة أو قراصنة حقيقة يطلقون على نفسهم عدالة علي، كانوا قد اخترقوا هذا السجن بهذا الشكل كما تلاحظون، سيطروا على الشاشات، أخذوا كل المقاطع، نشروا الكثير من المقاطع لطبيعة عمليات التعذيب وغيرها التي تأتي في هذا السجن، وتحصلوا على وثائق كثيرة بحسب ما تحدثت عنه عدالة علي. بعض هذه الوثائق قد نشروها، والبعض الآخر أبقوها طبعا وهم ينشرونها شيئا فشيئا، ولكنهم عرفوا الكثير من التفاصيل مما يجري للسجناء الموجودين في هذا السجن. هذا السجن مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، صدق أو لا تصدق، وليس كالسجون الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لديها مواطنين موجودين في هذا السجن ألقت القبض عليهم إيران. عادة تتهمهم إيران بأنهم جواسيس للولايات المتحدة ولبريطانيا طبعا، وبعضهم معارضين إيرانيين تحديدا، ولكنهم يحملون الجوازات الأمريكية والجوازات البريطانية وغيرها من الجوازات الأوروبية. بالنسبة لإيران هذه المسألة كما تحدثنا بأنها تستخدمها في مسألة التفاوض على مستوى التفاوض النووي، وأيضا للحصول على المال، فإيران تحصل على المال عندما تطلق سراح هؤلاء السجناء. وخير دليل على ذلك ما جرى مؤخرا قبل أيام قليلة، الأنباء كانت واضحة للجميع بأن هنالك إطلاق سراح لمواطنين هم أمريكيين ولكنهم إيرانيين في الأصل، تم إلقاء القبض عليهم ولمدة 7 سنوات هم موجودين في سجن أفن تحديدا. وقد فصلت إيران هذا الموضوع كما تحدثت رويترز على سبيل المثال، أن عملية إطلاق سراحهم كانت من سجن أفن الذي ترونه هنا، وبالتالي هو ليس سجنا عاديا أبدا. والتفاصيل التي جاءت المقلقة من قبل إيران تحديدا من الأحداث التي جاءت في هذا السجن، تحدثت أن السجناء بعضهم كانوا قد تمكنوا من التسلل خارج السجن بهذا الشكل، وبأنهم وصلوا إلى مناطق كانت تحوطها إيران بالألغام، بعضها قد سمعت منها الانفجارات، هي بسبب أن السجناء هؤلاء وصلوا إلى نقاط الألغام وانفجرت بهم. وقد يكونوا الأربعة قتلى الذين تحدثنا عنهم طبعا هم قد قتلوا بهذه الطريقة من الألغام. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وجدت بأن هذه الاشتباكات وما جرى لهذا السجن ومسألة الألغام التي تحيط بهذا السجن وجدوها خطيرة للغاية، مما جعل نيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن يتحدث بأن هذا أمر مقلق بالنسبة للأبرياء الأمريكيين كما يتحدث الموجودين في هذا السجن، وبأنه يجب أن يكون هنالك إطلاق سراح لهؤلاء الأمريكيين، وأنهم مهتمين تماما بالمواطنين الأمريكيين، حالهم حال الدول الأخرى طبعا، وبالتالي هم وجدوا أن هنالك خطرا يواجه هذا السجن. كذلك يجب أن ننتبه بأن عدالة علي القراصنة الذين قاموا بقرصنة هذا السجن العام الماضي وتحديدا في أغسطس ونشروا الكثير من التفاصيل، واحدة من الوثائق التي نشروها قالوا بأن هنالك في يناير عام 2020 بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية في نوفمبر عام 2019 بالخطأ من قبل السلطات الإيرانية، وضحت بأن كانت هنالك وثيقة في الداخل إلى مدير السجن إلى رئيس السجن إيفن يتحدثون بأن التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني من الممكن أن تمتد إلى هذا السجن سجن إيفن، يتم اقتحام هذا السجن ويطلق سراح طبعا هؤلاء السجناء الموجودين الذين تفاوض بهم إيران وتعتبرهم نقاط مهمة لمسائل التفاوضات ولمسائل أمنهم القومي كما تتحدث إيران طبعا. ونحن كما نعلم نحن الآن في منتصف تظاهرات قد دخلت أسبوعها الخامس في الداخل الإيراني، إلى درجة أن الواشنطن بوست كانت قد تحدثت بهذا الشكل اليوم بأن القتلى بسبب هذه التظاهرات وصلوا إلى 233
قتيلا من المتظاهرين الإيرانيين بسبب هذه الاشتباكات التي تحدث بهذا الشكل بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية الإيرانية. ما يجري من تظاهرات طبعا ومن تطورات هو جعل ديفيد ومفكرين أمريكيين مثل ديفيد إغناشيوس أن يجد اليوم بشكل واضح كما تلاحظون بهذا الشكل، أو قبل أيام قليلة حقيقة وليس اليوم، تحدث بأن النظام الإيراني لم يواجه مثل هذه التظاهرات من قبل، بل إن بايدن يوم أمس في ولاية كاليفورنيا كان لديه حديثا عن التظاهرات تحديدا وليست الاتفاقية النووية. قال: أدهشني ما أيقظته الاحتجاجات في إيران، أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل وطويل جدا. بالإضافة إلى ذلك أن كان هنالك اتصالا بين مسؤول العلاقات الخارجية طبعا في الاتحاد الأوروبي مع أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، اتصلوا والاتصال لم يكن عن الاتفاق النووي. اعتدنا على هذه الاتصالات أن تكون عن مسألة المفاوضات النووية، لا أبدا، الاتصال أن جوزيف بوريل يحذر الإيرانيين من مسألة ما يأتي، وأكد له بأن أوروبا ترفض تماما ما يتم من قمع كما وصفها طبعا جوزيف بوريل من قبل النظام الإيراني تجاه هؤلاء المتظاهرين الإيرانيين. هذه المسألة طبعا والتصعيد الذي نتحدث عنه في سجن أفن في التظاهرات الكبيرة مع عرقلة المفاوضات النووية لها انعكاساتها على الداخل العراقي. لماذا التظاهرات سبق لإيران أن اتهمت بأن هذا التصعيد الذي يأتي في الداخل من التظاهرات فيه مؤامرة، فيه تدخلات أمريكية إسرائيلية أوروبية وغيرها من الاتهامات، وأهم الاتهامات التي جاءت على العراق هي الأطراف الموجودة في إقليم كردستان تحديدا. هي قالت بأن الأطراف المعارضة في إيران تتدخل تزيد التوترات، على هذا الأساس بدأوا بعملية عسكرية طبعا على إقليم كردستان توقفت لفترة وجيزة، وهنالك تهديدات وتحذيرات بأنها قد تعود مرة ثانية بطائراتها المسيرة بالمدفعية مرة ثانية على الإقليم. الكل ينتظر ما الذي ممكن أن يحدث، وبالتالي هذه المسألة كما تحدثنا مع الاتفاق النووي هي تضع العراق في خطر كبير للغاية. والولايات المتحدة الأمريكية اهتمت كثيرا تحديدا عندما نتحدث عن إقليم كردستان بسبب الغاز الطبيعي. الأمر أصبح واضحا للجميع أن الغاز الطبيعي مهم للولايات المتحدة الأمريكية. كونغرس تحرك في أغسطس، منذ منتصف أغسطس الماضي على هذه المسألة، جاء وفد من الخارجية الأمريكية، جاء وفد من وزارة الدفاع الأمريكية إلى بغداد إلى إقليم كردستان، يريدون تهدئة الأمور، يريدون تقريب وجهات النظر لكي تستطيع العمل بالنسبة للشركات الأمريكية في حقول الغاز الطبيعي ولتنمية الغاز الطبيعي في إقليم كردستان لكي يعتمد العراق على نفسه، ولكن الأهم لمصالحهم طبعا أن يكون هذا التطوير ينعكس بالفائدة على العالم بشكل عام في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والحاجة للطاقة. إقليم كردستان في عليه وهنالك اهتمام كبير في هذه المنطقة، ولكن هذه العملية العسكرية باستخدام المدفعية، باستخدام الصواريخ، باستخدام الطائرات المسيرة، جعلت إقليم كردستان في ظل التدخل التركي أيضا في مشكلة حقيقية، أن أي مسألة تطوير للغاز الطبيعي في حقوله من الشركات وغيرها أصبحت في خطر، والبيئة أصبحت في خطر. على هذا الأساس بدأت الأوساط الأمريكية تتحدث عن مسألة جديدة، ألا وهي مثل الفوربس على سبيل المثال قبل 5 أيام تحدثت بأننا علينا أن نطبق منطقة لحظر الطيران، أن نجعل إقليم كردستان منطقة فيها ممنوع الطيران نهائيا كما فعلوا مع النظام العراقي السابق في عام 1991 حتى عام 2003. وبالتالي هم جاءت التفاصيل بهذا الشكل بالنسبة للفوربس، قالت أن مثل هذه الهجمات المتكررة على إقليم كردستان خلال الأسابيع والشهور الماضية قد تتطلب فرض منطقة حظر طيران جديدة ونشر دفاعات صاروخية في المنطقة. وهذا لماذا؟ من أجل حماية مسألة الطاقة وما يأتي من تطور الشركات الأمريكية وغيرها والمصالح الموجودة من أي هجمات من الطائرات المسيرة ومن الصواريخ البالستية كما شهدناها في مارس الماضي طبعا، لحماية هذه المصالح، وبالتالي لنطبق هذا الحظر وسنحمي هذه الحقول، سنحمي المصالح التي نتحرك من أجلها. المشكلة الحقيقية التي تحدثت أيضا عنها الفوربس بأن هنالك منظومات دفاعية هم بحاجة، كما رأينا بحاجة لإدخال المنظومات الدفاعية، بحاجة لإدخال منظومات الباتريوت لحماية هذه المنطقة، ولكن قد تتعرض لعملية استنزاف، لأننا يجب أن ننتبه بأن صواريخ الباتريوت يصل سعر الصاروخ الواحد إلى $1,000,000، بينما الطائرات المسيرة الإيرانية إذا ما تحدثنا مثلا عن شاهد 136 المفخخة يصل سعرها تقريبا بحسب تقديرات الفوربس إلى $20,000. لاحظ، طائرة واحدة $20,000 يتصدى لها صاروخ من الباتريوت $1,000,000. كذلك إن استخدموا منظومة السيرام التي نعرفها الموجودة
في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد والتي حققت الكثير من النجاحات، أيضا سيكون هنالك استنزاف لهذه الموارد، بالإضافة إلى ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي بحاجة لإرسال المنظومات الدفاعية والباتريوت وغيرها إلى أوكرانيا. الآن هم في حالة طارئة بسبب أن روسيا لديها تطورات كبيرة مع الأوكرانيين، وهنالك تقدم أوكراني يريدون استمرار هذا التقدم وحماية الأجواء وحماية التقدم الذي يتحقق من الأوكرانيين من أجل السيطرة وإعادة السيطرة على عدد من المناطق التي سيطرت عليها روسيا. هنالك تطور أساسا هو يخيف أو يقلق الولايات المتحدة الأمريكية في حقيقة الأمر وأوروبا، هو دخول إيران على مسألة الحرب الروسية. فهنالك تطورات جديدة في هذه المسألة بأن إيران ليست متدخلة الآن، وليست فقط أن طائراتها المسيرة ظهرت لدى الروس في الساحة الأوكرانية، بل هذه المرة تقرير اليوم استخباري جديد يتحدث بأن إيران الآن تستعد لإرسال صواريخها البالستية إلى روسيا من أجل أن تستخدمها ضد أوكرانيا. وهذا ما ثبت طبعا في الواشنطن بوست اليوم بهذا الشكل، بأن هنالك خططا بهذا الاتجاه، وتحديدا الصواريخ التي إيران تخطط تماما بحسب هذا التقرير الاستخباري لإرسالها إلى روسيا من أجل استخدامها ضد أوكرانيا، هي طبعا صاروخ فاتح 110 وصاروخ ذو الفقار. نتحدث عن صواريخ باليستية يصل مداها من 300 كيلومتر إلى 700 كيلومتر، فاتح 110 أساسا كان قد ضرب إقليم كردستان في مارس الماضي في حادثة كبيرة للغاية هزت العراق طبعا، وكانت إحدى أهدافها هي منزل الشيخ باز رؤوف كريم، وهو رئيس مجلس إدارة طبعا مجموعة كار التي كانت حققت عدد من الاتفاقيات بالغاز، ضربت بهذا الشكل طبعا، حققت اتفاقيات مع تركيا ضربت بهذا الشكل بصاروخ فاتح 110. وبالتالي نحن نتحدث عن تطور خطير، وأيضا أن هنالك معلومة أيضا أضافتها بالنسبة للواشنطن بوست بأن هنالك مستشارين تقنيين إيرانيين قد دخلوا إلى الداخل الروسي الآن ليدرب الروس أكثر على طبيعة الطائرات المسيرة التي يستخدمونها في أوكرانيا. وبالتالي نحن نتحدث عن مسائل خطيرة متطورة تأتي من إيران مباشرة إلى روسيا، ولكن الأهم كيف سينعكس ما يجري في الداخل الإيراني على الداخل العراقي، وهل إن النظام الإيراني مهدد، كيف ستنعكس على الاتفاقية النووية.